بالنسبه للجديد ديالي ان شاء الله كنحضر واحد الاغنيه اللي غادي تشوف الضوء ان شاء الله قريبا. هي عباره عن واحد المشروع اللي اشتغلنا فيه بزاف واللي تعبنا عليه بزاف, اللي غادي ان شاء الله يخرج في هذه الايام المقبله. ستيل جديد, افكار جديده, بادر جديد, فنتمنى يعجب الجمهور ودائما نكونوا عند حسن الظن. غادي نقول داك النهار العيد درت المستحيل باش نكون في العيد, باش نكون مع دارنا. راه تخيلي شديت جوج ديال الطياير باش نكون في احفير, لان داك الجو ديال العيد ما كتعيشوش في شي بلاصه اخرى. جربت, كنت عييت واحد المره في الطليان, واحد المره في هولندا. يعني اجواء العيد ما كانش اجواء العيد على برا, يعني كذب عليك الكاذب. الجو ديال العيد هو بين عائلتك, بين والديك, بين خوتك, والعيد هو هذيك تمارة, هذاك سلخ العيد, صوب الكبدة. واخا تكون حالتك عامر بالدم وعامر فهمتي, هذاك هو العيد ديال المغاربة فهمتي. وبالنسبة لذاك الشيء ديال زعما احدى الكاميرا, لا راك شفتوا حالتي, سيروا الفيديو تشوفوا حالتي كيفاش كانت. انا الدار كيعولوا عليا في هاد الحوايج, زعما نسلخ وصوب الكبدة وكل شيء. زعما انا الاكله اللي تنعرف نطيب في العيد الكبير, تنعرف نطيب البكبوكه. ما عرفتش واش الناس غيعرفوا هذه الاكله. هذه سميتها البكبوكه. هذه اكله ديال وجاده, ديال المنطقه الشرقيه, احفير, بركان, وجده. هي كتكون ما كنعرفش المصطلحات مزيان ديالهم, مي كتكون بحال الجلده فوالا. كنعمروهم بواحد اللعيبه. هي انا شوفي الوالده هي اللي كتكلف بهذيك بلومبالاج. انا كنتكلف بالعماره الداخل, كيكون فيها الحمص, كيكون فيها الروز, كيكون فيها هذوك الكبده, كيكون فيها فهمتي. كتكون واعره بزاف, كتجي حاره, كتجي خطيره. هذه تنعرف نصاوبها. شي حاجه اخرى زعما كنعرف نصاوب, كتعجبني بطاطا بالثومه. يعني بطاطا بالثومه كتحمقني. اللوبيا كتعجبني, اللوبيا بزاف. صافي, المهم هادو هما الاكلات اللي كيعجبوني بزاف. يعني انا انسان بسيط, يعني كتعجبني فاش كنكون معروض ولا في شي عرس ولا في شي مناسبه كيكون بوفي. تتلقاني تنقلب على ديك الاكله اللي تتكون بلديه وسهله وزوينه. والله القسم كيعجبوني كرعين كيحمقوني كرعين بالحمص. ان شاء الله غادي نكون في ماستر شيف, لكن كضيف شرف مع لجنة التحكيم. كان هذه اول مره نشارك معهم, ومن ثم ان شاء الله غتجي فكره المشاركه في ماستر شيف سيليبريتي. صراحه عجبني الحال, ونتمنى حتى انا نتشارك معهم هذيك لي زيكسبيرونس اللي عندي في الماكله. واخا انا ماشي شي واحد اللي كيطيب مزيان, مي عندي شي حوايج زوينين اللي نقدر نديرهم, ونقدر نخلق واحد الجو زوين في المسابقه. شوفي, انا واحد الفنان اللي لو كان فريمون توفرات لي الامكانيات بزاف, وكانوا لي بيدجي ديال المهرجانات كبار بزاف, كنت غندير شي شو اللي ما كانش بحاله. انا واحد الفنان اللي كان امن ان الفنان فاش كيطلع سيغ سين خاصو يدير ان شو, خاصو يدير يعطي الجمهور الفرجه, يغني, يمتحهم بصوته, مي او ميم طون يدير ان شو, يدير يشطح, المهم يدير ان شو. انا ما عزيزش عليا نطلع سيغ سين ونشد الميكرو ونبقى نغني, لان الفنان خصو يكون فنان متكامل. مي على حساب لي بيدجي اللي كيتعطاو لنا, ما نقدروش نديرو شي حاجه كبيره بحال تيدير بيونسي, بحال اللي كان تيدير مايكل جاكسون, بحال تيديروا بزاف الفنانين العالمين اللي تيتعطى لهم ان بيدجي كبير بزاف. راه سي نورمال كنشوفوا دي شو كنقولوا واو شنو هاد لو شو, فهمتي, حيت تعطى لهم بيدجي كبير. فاش كيتعطى لك بيدجي كبير تتجيب تكنيسيان واعر, تتجيب مؤثرات واعرين, تتجيب تتخرج النار سيغ سين. مي حنا نتمنى ان الفنان المغربي تعطى له الفرصه انه يدير, وحنا قادرين نديروا هذا الشيء. ان شاء الله, علاش لا, هذا حلم انني ندير واحد الجوله ماشي غير في المغرب, في العالم كامل.
ماشي بالضروره تكون عالمي باش دير جوله في العالم كامل. تقدر تكون فنان زوين وعندك شي حاجه سبيسيال توريها للعالم كامل ويعرفك من خلال العالم. كنت انا مؤخرا يمكن هذه اول مره نقولها في موقع سلطانه، كنت اسست واحد الجمعيه في مدينه احفير اللي هي جمعيه روح الشباب للاعمال الاجتماعيه والفن. هذه الجمعيه من خلالها غادي ناسس واحد المهرجان مدينه احفير. هذا المهرجان اللي هو تجربه جديده بالنسبه ليا، وان شاء الله نتمنى من السلطات والناس يتعاونوا معايا باش ندير هذا المهرجان في هذه المدينه اللي فريمون خاصها بزاف. هذه المدينه اللي فريمون كتبقى فيا لانها مدينتي، والناس ديالها كيبقاو فيا لانهم خاصهم شي حاجه اللي تفرحهم في الصيف. لان كنشوف انا الحمد لله هذا الصيف كان عندي جولات بزاف، كان عندي مهرجانات بزاف مجموعه من المدن المغربيه، ومدينتي اللي انا عايش فيها ومدينتي اللي انا كبر فيها ما فيهاش شي مهرجان. فللاسف فانا طحت لهذ الفكره ان ندير مهرجان في مدينتي، ونتمنى انه يشوف النور ان شاء الله. بالنسبه لشي موقف طرا لي هذا الصيف، طرا لي واحد الموقف زوين بزاف عجبني الحال بزاف وميمتو ضحكني وميمتو ما عرفتش كي ندير نتصرف. كنت في واحد الحفله في مدينه السعيديه، كانت واحد السيده فاش كملت الحفله وجيت خارج وكل شيء، جات عندي واحد السيده هي وبنتها، قالت لي بنتي كتحماق عليك، قالت لي بغيت نزوج لك بنتي يا ولدي، قالت لي ونعتبرك بحال ولدي، قالت لي كنشوفك في التلفازه كنقول تبارك الله يا ريت كان عندي ولد بحالك انت، فقالت لي باش تكون ولدي خصني نزوجك بنتي. فعجبني كيفاش دارت لهاد المراه فكرات وكيفاش دارت. قلت لها خالتي اعتبريني بحال ولدك، يعني انا نكون الزوج ديال بنتك يشرفني. بنتها كانت زوينه تبارك الله ما نكذبش على ربي كانت زوينه بزاف. فقلت لها يشرفني وصافي، داروا معايا دي فوتو ومشيت. كيوقعوا لنا هادشي مواقف زوينين، واحد المواقف زوينين ما يوقع لي شي موقف اللي خايب بزاف مع المعجبين. فحب الناس شي حاجه كبيره بزاف، كل واحد كيفاش كيدير يترجمو، قد ما ترجموه هذا شرف ليا وهذا الشيء كيزيدني اعتزاز وفخر. جمهوري كنقول له شكرا بزاف على الدعم ديالو وعلى الحب ديالو وعلى المساندة ديالو، دائما بقى معايا وباقي معايا. جمهور سلطانة وموقع سلطانة كنشكرهم بزاف لأنهم ديما متبعين أخباري وأخبار الفنانين المغاربة، كنتمنى لهم كل الاستمرارية وشكرا سلطان. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.